السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية كل الناس اللي بتشوفنا ريت تعمل لايك حالا، واللي بيتابعنا لأول مرة اشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعيل زر الجرس علشان يوصلوكوا اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. ده طبعا لو المحتوى اللي بنقدمه عجب حضراتكم. يعني استوقفني تعليق علاء مبارك على عمرو اديب. تعرفين طبعا كان عمرو اديب بعد وفاه وائل الابراشي والكلام اللي حصل على السوشيال ميديا ما بين ناس شامتين في موت وائل الابراشي، فرحين بموت وائل الابراشي، وفي ناس بتدافع وبتهاجم على الناس الشامتين، والقصة الدائرة اللي احنا عايشين فيها بقالنا فترة. حد يموت من الناحية دي فده يشمت فيه، حد يموت من الناحية دي فده يشمت فيه، وفي الاول وفي الاخر كأننا يعني ناس مش هنعدي على هذه المرحلة، مرحلة الموت اتكلمنا فيها وقتلناها بحثا من وجهة نظر يعني. لكن استوقفني تعليق على مبارك، ويعتبر لو عمرو أديب ذو لب أو ذو عنده ذو عقل يعني زي ما بيقولوا لو عنده لازم يقف. وقف، لازم تقف. إذا كان ده قدامك وأنت حي، في ناس شايفاك، أنت راجل بتقدم برنامج، وبرنامج أوقات بتقسو على بعض الفئات أو على بعض الشخصيات، هل بقناعة بقى مش بقناعة أيا كان السبب، لكن أنت اكتسبت عادات. في فرق بين أنت تكون عندك قبول واحد مش بيحبك علشان أنت ما عندكش قبول شايفك، وفي واحد بيحبك علشان مصدقك ومقتنع بيك، وفي واحد بيكرهك لأنك ما بتقدمش الحقيقة أو بتقول عكس الواقع أو ما أنتش حاسس بالناس. انت النهارده مثلا لما بعض الصور تنتشر لعمرو اديب وهو موجود وبيحتفل وعيد الميلاد وبيسقف وبيعمل عيد ميلاد دميز ومتكلف عيد الميلاد وصارف وبتاع، وفجاه تيجي تقول لي ايه، والله احنا لازم نعيش مرحله تقشف والناس تمسك مش عارف. ما هو كلام مش منطقي يعني. انت عايش في رغد ورفاهيه وبتاع، وطالب الناس اللي ماشيه بالعافيه بانها تتقشف. واحد زي كان من سنتين من الحاجات المضحكات المبكيات يعني اللي بيقولوا عليها، وكم في مصر وكم في ما حد يقول لي القصيده يعني. احمد موسى كان بيقول لك كنا داخلين على رمضان كده وبتاع، فقال لك مش شرط يعني القطايف واللطايف والكنافه، نوفر ونعمل وتمشي، وهوب اندمج في الكلام وشهر رمضان والفطار، واحنا نروح نفطر، انا لازم اول ما افطر كده الفخده الضاني تكون طق. يا راجل ده انت لسه في ام الجمله بتقول الناس تتخشى، مش مهم الحاجات نقضيها بقى علشان ارتفاع او الكلام ده كله، فجاه دول فخده الضاني. طب الراجل ده الفخده الضاني اللي انت هتاكلها ثمن اسبوع من الراجل اللي هيعمل بيه اللي هياكل بيه. فلازم يكون في، المهم ان انتوا بعض الاعلاميين، انا هنا جايب عمرو تحديدا ليه؟ لان علاء مبارك رد عليه وكان في حوار سابق قبل هذا او هذه القصه ما بين علاء وما بين عمرو اديب. يعني عمرو اديب في وقت من الاوقات كان يمدح الرئيس مبارك واولاده بطريقه غريبه، لدرجه ان المدح دائما الشعب دائما يشوف اي واحد بيمدح بيقول عليه ان هو بيطبل او منافق يعني، وخصوصا كمان اذا كان المدح زياده عن اللازم. يعني مدحت مره، مش كل ما اطلع بقى الله، زي بعض الناس في كره القدم احنا متابعين على بعض القنوات الفئويه، يطلع رئيس نادي والمذيعين لازم اول حاجه الف شكر معالي المستشار، اهلا بيك، انت عملت خدمات جليله ومعانا ايه يا عم؟ فده اوفر. فعمرو اديب في وقت وجود مبارك والله كانت الامور تمام، ورئيس عمره ما في حد اشتاق وعمره ما عمل، وهو عنده اولاده بسم الله ما شاء الله جمال يعني، وكانت لميس زوجة عمرو اللي بتقدم المؤتمرات بتاع الجمال يعني، الحزب بتاع المستقبل كان اسمه ايه؟ الرؤية اللي عملها جمال فترة من الفترات يعني. بعد ما الرئيس مشي، أول حوار لو تتذكرون كان في قناة اسمها أون بتاعت نجيب ساويرس، لها أون، كان في عليها مذيع اسمه فودة، اسمه يسري فودة. فاستضاف عمرو أديب تاني يوم الثورة ما اتقامت أو حاجة زي كده، فطلع بقى عمرو أديب ده كان بيعملوا فينا
الراجل كانوا بياخدوه في الاسم يعملوا ويطلعوا مش عاوز يسب الدين ويعمل بتاع مش عارف ايه لا 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 لا، مش ده لسه بتشكره وتطلع يعيط معاه زي ما قلت لحضرتك. انا امي وهي بتموت قالت لي يا عمرو نفسي اشوفك بس ولو 10 دقايق على التلفزيون يا عمرو، الجبابره اللي مش عارف ايه يقول لك هو اكبر من راس سفر. الله العظيم يا رب. قال لا لا يا عمو، يعني ده تلاقي لسه بتشكر في الراجل. فجاه قلبت على الراجل. بعد شويه عمرو اديب قال له يا راجل، يعني علاء مبارك قال له انت كنت جاب فيديو بقى، انت كنت ما اتكلمش جاب فيديو. لما هاجم علاء مبارك وحسني مبارك جاب فيديو ليه وهو بيشكر المبارك، فقال له انت هتعلم. قال لك لازم يكون الشغل الانسان مهني، يعني انت تعلمنا المهنيه يا رد سجون يا رد مش عارف ايه. عمرو اديب بيقول لعلاء مبارك يا رد سجون يعني فلوس كلتوا البلد. وشويه يرجع يقول الله الناس دي ايديها نظيفه والناس دي ما عملوش والناس دي. فبناء على مواقف عمرو اديب المتغيره ما بين الاشاده وما بين مش الانتقاد بقى، التجاوز والاهانه، يعني هنا اوفر قوي بيشيد ومش عايز اقول بتطبيل، الناحيه الثانيه مش بينتقد على قد ما هو بيتجاوز وبيهين الاشخاص يعني. ففي قصه وائل الابراشي طلع وقال طبعا وصيته، وقال انا برجوكم بيواجه كلام ارجوكم لما اموت اقفوا جنبي وما تسيبوش كلاب السكك تنهش في لحمي. الناس اللي هي بتنتقد يعني ايه اللي جرى لينا والحيوانات دي متسابة ازاي؟ ايه واحد بيقول رأيه فرحان انت هتحاسبه؟ يا عم هو مسك سكين غزة حد؟ طبعا بنرفض هذا الفعل، واتكلمت وقلت انا رافض الشماتة، لكن ازاي سايبينهم ازاي يعني؟ يعني يا اخي هتحبسهم هيطلع. هو انت مفكر ان العنف او الحبس او العقوبة هتخلي الناس ما تشمتش فيك؟ بالعكس، انت اسلوبك وطريقتك لازم تغير من شخصيتك علشان تكسب الناس اللي ما وتغير من وجهة نظر الناس. انت الاساس مش المشكلة عند الناس، انت الاساس يا عمورة. فبعد ما كتب الكلمتين وقفوا جنبه بتاع علاء مبارك راح مديله في وشه وقت. علاء مبارك قال له ايه؟ نشر الصورة ليه والتصريح بتاعه بتاع لما موت يقفوا جنبه ما تخش كابس سيبك تشمت فيا. قال لك ايه بقى عمرو علاء مبارك بيقول له ايه؟ من عاش بوجهين من عاش بوجهين مات لا وجه له. نعوذ بالله من شر الناس ذو الوجهين، يعني انت اللي بوشين يجي يموت ملوش وش، تلاقي كله بياكل في وشه. ربنا يعافينا واياكم، اللهم امين يا رب العالمين. يعني اديك يا عمرو سمعت راي بعض الناس فيك وانت عايش، يا ريت تغير. لكن القصه زي ما ربنا بيقول ان العمى مش عمى الابصار انما عمى القلوب. ربنا يعافينا واياكم من عمل القلوب يا رب العالمين. شكرا على حسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته.